أنبار من أبناء هذا الوطن الأحرار، مولود عمروش أو سي مولود وقور كما كان يعرف في الثورة التحريرية، من مواليد 12 ديسمبر 1919 بقرية ثدة جديد إيوقورا بدائرة مشدالة ولاية البويرة. خمسة مولود واجي زاكي قلول زاكي صوربا زاكي قعاش لكن إقارة سي المولود أصيح مربي وسايد فلات و الشيخ أنقيروير كل يوم مشريع سي الحسين سي المولود أصيح مربي نيسي دياوين زي صورة غريب غرص ذاكي سي الحسين الصاري ذاكي أصيح مربي صار تقشيشين أمي عبد الرحمن الصاري الرش. تشبع سي مولود وقور بقيم النضال والوطنية من أخيه المناضل الشهيد أحمد عمروش أب الحركة الوطنية بمنطقة البويرة، الذي كان مناضلاً بنجم شمال إفريقيا ثم بحزب الشعب الجزائري، أين تقلد عدة مسؤوليات إلى غاية إلقاء القبض عليه عام 1939 ليحاكم يوم 17 مارس 1941 أمام المحكمة العسكرية رفقة مصالح الحاج ومحمد خيدر، ويسلط عليه أبشع أنواع التعذيب والإهانة إلى غاية وفاته يوم 9 جونفي 1942. سي المولود يسعى 23 ليوش والتماس يجباسا زوارو يجباسا مقراني كلي وكني سوالس حميمين تسادي الكواض يرسح حمد ومن 1911 قلول وسي المولود ومن 1919 كون ديرنا نفس المولود للحسين الموس إلين دينا في رحمة ربي إلو لهم من 1923 وان جارو ذيك سن الحاج حسن إلول ولنزا عن ديسمبر من 1929 أني ضلت الراج أربعة التقشيش ذاكين إلولن ذاكين مولود عمروش الذي تأثر بوفاة أخيه تأثرا بالغا لم يثنيه عن مواصلة النضال في حزب الشعب الجزائري بقسنطينة وحركة انتصار الحريات الديمقراطية لاحقا، الأمر الذي فرض عليه رقابة صارمة من طرف قوات العدو مما اضطره إلى الانتقال إلى مدينة جيجل ومواصلة النضال. واش تعمل من قسنطينة لجيجل بيع موشير باع تما والميك دونتيش اللي كان يخدم معاه هو اللي بعثو لجيجل، يعني يروح لتما دعوة مش ليها لازم تروح ليها دار قراشك مثل بعد خدم تما حتى حكمو سيما من واريبون فيفري ولا مارس 50. كان سي مولود وقور مقوما ماهرا للأسنان وأثبت مهارته مع جراحي الأسنان الذين رافقهم خلال مسيرته المهنية، وعمل مع جراح الأسنان دكتور عميري، وكانت هذه المرحلة مهمة لتحضير النضال ضمن المنظمة الخاصة بجيجل التي تقلد بها مناصب حساسة، حيث كان منسقا بارعا بين خلاياها بالشرق إلى أن أسندت إليه مسؤولية المنظمة الخاصة بناحية جيجل. عمروش مولود بطل من أبطال الجزائر في سنوات 46 47 48 كان يخدم كان يسمى دونتيست عند واحد يقول له دونتيست دكتور عميري بجيجل، وهو ميكانيسيان دونتيست عمروش مولود كان ميكانيسيان دونتيست، هو قالنا قال كان قلنا من بويرة بلاد بويرة ما نقولش بدات جا من بويرة ما قلناش يعني القرية بالضبط. كاين هذا سي مولود عمروش يتسم بودياف وبودياف يتسم به ويبعثوا لي زوراس لعند بن بولعين، هذا يعني من القصص اللي سمعنا عليه احنا كنا في بلاد بياف باش اللي في بلاد بياف في الفوق قدام الثورة. كان سي مولود عمروش يبعث تيلا يروح يبعثوا بودياف عند بن بولعين لورس الأريس ومن الأريس عن بن بولعين قدام الثورة
يتصل بهم بعثوا يعطيوا ميساج واش يخدم شي مولود اذا انتيليجون تي ديسكري كونتول ريفولوسيون يفوتو باش ميساج المعلم تاعو عميري الدكتور عميري ما على بالوش يروح هو يبعث سيرتيفيكا ميديكال من الويرا من عند وزير لا ولاية الويرا قال لي راني مريض وانا مازلت 7 ايام هاد السنه اذا كان تعطل ولا يزيد هذيك بعث عن كونجي ميديكال عطلة طبية يبعثها بالليغال يخدمها ليغال بالأوراق الشهادة الطبية تاع الطبيب والكونجي نتاعو طلع هكا جول وطلع باش يسكر روحو ينظم روحو مع اتصال بالمنبولات في لوراس ويجي يرجع للخدمة نتاعو ويجي الميكانيسيان دونتيس بطلتهم مالا ما عرفت كيفاش يوم الليلية إلى الجهة. بعد انكشاف أمر المنظمة الخاصة اعتقل مولود عمروش وامتثل رفقة 27 مناضلا من بينهم عبان رمضان ولد عبد الرحمن محمد شريف وآخرون في محاكمة مثيرة ببجاية كان ذلك يوم 15 فيفري 1951 أين حكم عليه بخمس سنوات سجنا مع حظر الإقامة لمدة 5 سنوات وعشر سنوات حرمان من الحقوق المدنية بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر ب 300,000 فرنك. لخطر النهار بعث المعلم انت أو النهار بعثنا طلع التليجرام من جدي شنبت مسلو حمست ودي جابوا من البلاد حتى الدفر لقاني في وقت الدفر تاج معريس لقاني تما قال لي عطالي التليجرام قال لي هات دير الجدة أنا الوقت هذا صغير نروح ليكون ما يبرينا نهار ديتو لقيت ندي في الدار لقيتو قلت له هاك فلان عطاه لي فتحو قال لي قراه لي واش كاين تاعو أنا ما نعرفش نقرا ما نعرفش نفهم يعني التليجرام ولا تسعف علي قال لي اللي كنت تروح وما تعرفش تقرا ديتنا ما عليناش من نسعفو شكون قراها له باش عرفت اللي ولدو في حكم حول سيمولود أواقور بعدها إلى سجن الكدية بقسنطينة ومكث هناك رفقة عبان رمضان وآخرون إلى أن نقل إلى السجن العسكري تول نانسي بفرنسا إلى غاية إطلاق سراحه في جوان 1954 ليعود إلى قريته الأصلية إواقور. لا نفس يعني من عبد المجلس ينسل على عبان رمضان من كل ما هي السفرة هي السفرة تسيب لكن الطابعة تسيبها ما تسيبها العوين ما كذا تسيبها بجميع أبوها وبدا هذه جيزة السفرة هي تاسيس لا بوليس تاسيس لا بوليس كولونيا بمدامة وصنعوا 47 46 48 هذول الزمان ما لا تحكموا واش قال لهم جاو عند بور واش قال لهم بداية قال لهم شوف موطور يطابو وانا ميتابي قال لهم واش تحبوا بيا سي با لا بين هذا بالي بوري. حب النضال والكفاح في سبيل الوطن دفع بمولود عمروش إلى الالتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني غداة اندلاع الثورة التحريرية وكان ذلك بالضبط في جونفي 1955 وعند انعقاد مؤتمر الصمام في 20 أوت 1956 حضره سيمولود أواقور رفقة كبار قادة الولايات التاريخية ورقي على إثره إلى رتبة ضابط أول وعين مسؤولا على المنطقة الثانية بالولاية الثالثة أين لعب دورا بارزا في تنظيم الفيالق والأفواج بمناطق الولاية الثالثة. يعني كان دورس الرجل الحارة النار بسرقي اي ماس اتي رحم ربي اتي رحم ربي كلي اسمي السلام باللي يميوهاش كاع ندير سي المولود سوليت وش باغي كيني زفير اسمي دنيو دار الراقي اي نتقي الناس ساقي ماس نسي المولود الناس ريحه ما عرفي هذاكي ما نكيني الناس عطشيش شني وغسخه من وين سي كويسن سيد مولود
يقول لي سادرار إذا سكن اللبسة يقال مجاهد سقسني يقول لي سادرار سقسني وسني ورئيس أتيني المدة زمرا على وندينير ما ثلت شهور ما ست شهور وشنو عي ورايك ودي قال لي ورايك نسي المولود درت الدار إيه دش من ذلك اللي وين لقارة يعني أنا نسوا أنا ذكير نحج ولا يد نحج وعلي عمروش ولاي أسير حمار بلي ضم مناظر أقديم مناظر إم قرآن إن شاء الله إيه من إم جو هذا ذكير الريف جاي ذكير ليلنسن الحرايس دونك الريف جام زوارو دم جو هذا ذكير سيدات الجديد زوار سجل. مع حلول عام 1957 ضيقت سلطات الاحتلال الفرنسي الخناقة على الثورة بمنطقة إيواقورن، ثم ما لبثت أن دمرت قرية إغزر إيواقورن في 6 ماي 1957، وكان لمولود عمروش دورا بارزا في مساعدة العائلات المشردة والتكفل باحتياجاتهم وتزويدهم بالمؤونة. بعد من يرغي إغزار في ماي 57 أفسي المولود أترحم عربي في 60 يعيا إيش ده ذكي صفنا يوفق يسون إيجا يزل الله ترحم عربي فش هذي سعكو شوية ونكني داني وسيرد رحاونا نكني وزرع تماس تلاوين نق يما غاتير حمار بيه ذا نبخي فالحش عيشة فانت حمار بيه كله لقيت وخامن مزان اتاقين اذن اولين تمس فيش الهداك اقي مراون دينير ساعة ساعتين ثلاثة اقي الميدوسة ذا نبخي اتير حمار بيه تشمد اتسد ميرك اقي سي المولود 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 كر 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 ثاني يوض الخبر العسكر ثاني يوضو كسار اقي الناس اني ذا عني ذا ذا شو سنت الناس عاشكم هذا زويل الناس بريده كثن شورت زويل الناس يوجبت تاثر حمار بين اثر حمار بين الناس اشتقي على المغيس لان كيني كيف كلا مر هي خربوس السلوم ذات سيغيدن ولا يونا دي صدق وي زويني نوا هي في غزا من هذا ربي اذا كان جديد يتجمع رفيج للجمع تخرج وراء الوالدة بورونتا ديرو عاد حضرتي في البليين شنو أكيد موت ناس من أكيد أروح عادي هني شحن بلينا وبتاعنا عمارة سمولة في المدينة فرنسا عمارة سمولة دعبرة المساوي ناس مثل هذا البوك في عمارة سمولة دي نفايات إيه جميل إنك يا ألف ألف ما تزبين ألف سكرت وعلى تدي إلى أستراجي دو دب ناس تزبينك كنت ما تزبين يقعد جارب أنت يا دب أدم سير الأمير مير بسون بيل جوز دي وان فون سيدي يسكت لك ناس كان بينك ثم تفر بديني فرانس الفون سينار دبسة يوم سبج بكم مين دي سير روح ناس فون توجه مولود عمروش يوم 27 جوان 1957 إلى قرية تاغموند، أين التقى بالمجاهدين والمسبلين لمناقشة الأوضاع في القرية، كما كان له لقاء بمجاهدات جيش التحرير اللائي كن أنذاك مكلفات بشؤون أرامل وأبناء الشهداء، وكانت منهن البطلة مليكة جايد المدعوة نوارة، وخديجة الأصفر خيار المدعوة دانيا، وخيرة بالعربي المدعوة هاجيرة. وتواصلت اللقاءات إلى اليوم الموالي لتبلغ العدو الذي كان يشن معركة ضارية بالمنطقة أخبار وتحركات سيمولودا وقوة الذي فر رفقة إخوانه وأخواته نحو الجبل، وتشتد مع ذلك حملة العقيد مارسيل بيجار الذي تنقل إلى المنطقة رفقة 35,000 جندي قاموا بحصار على جبل إيواقورن وكل القرى المجاورة بجنوب جرجرة، تاغموند، إيغي الحماد، البارا، تالارانا، بني والبان، بني حماد، أي تعلية ميل، مسارة، عكاش، مزارير، حملة ألهبت المنطقة بأكملها وصمد في وجهها أبناؤها الأبرار نساء ورجال على مدار 3 أيام لم تتوقف فيها الطائرات المحاربة عن حصد أرواح الأبرياء، معركة
شهدت سقوط سيمو لودا واقور يوم 28 جوان 1957 بمنطقة أفازمو. شاشين سيمو بعد الغشي يتعدين ليه شو في العسكر شيا وشيا ما جي يتطور سمو قلب أتطور القرن وكنت قرناه ما جي وقدر لنا قدر لنا قرر فيه ليش انجرب يمكن سأشار فيه دوميش سمت هذا اللي ليش تقول لنا قدر لنا قدر لنا أشي درنا سمو قلب يمكن ليش فيه مجلس العسكر تبدا جمعان فدك الجماعة ديما ليس خطر الفبر نقيم الحضن بس يبنوا غرباقي ونفض الميت وثم ضيوان وفيلان من بعد العسكر لنا رد أتع ديما أتعقل مسلم وقد يدي عدان من دولتين أشبيعا اسمي دي عداني الزبورة وصبوية على لا عدان رم كبيت وثنتن لنا سرقا باقي ذرقاز استنوا في سي في لقاس بيع أرقاز اللي خطي نسير مونسوة عفور بيباقي الفيستاس مسخ الهدام الزفير مسخ الهدام زرن فوادي وسيد مولود أسميني فعقل نطليش في الحارة عن حاجة عشر روشة عثمان انتاز زمال شديد باتن مفلين من بعد شولان نراجي بفلتا المصباش نتلتا نقوم بشولان. وخلال معركة إيواقورا الشهيرة استشهد ما يقارب 60 شهيدا من خيرة جنود جيش التحرير والمسبلين والمدنيين، حيث سقطت الشهيدة مليكة قايد بناحية إيفري بوشن بسحاريج في 27 جوان 1957. واستشهد إلى جانب البطل مولود عمروش كل من الشهداء ولد عبد الرحمن محمد شريف، حسين منصوري، عمر عكوش، سعيد كشادي، أحمد بودها. لقد كان الثمن أليما وغاليا، غير أنه لم يزد الأهالي إلا إصرارا وعزيمة وصمودا في وجه الاحتلال. استشهد سيمولودا وقور ولم يذق طعم الحرية التي طالما حلم بها وتمنى عيشها ببلدته إيواقورا التي سقاها بدمائه الطاهرة. استشهد مفخرة إيواقورا ومشدالة والبويرة والجزائر بأكملها، لكن روحه الطاهرة ستظل تحوم في أجواء هذا الوطن الآمن الحر المستقل، وستذكر الأجيال اسمه المعلق على إحدى المتوسطات بمشدالة والآخر الذي يحمله أحد الشوارع المتواجدة بقلب العاصمة.